أيوة. ازيك يا سام؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ معك سلمى. سلمى كم سنة يا سلمى؟ يعني 27. 27 سنة. مرتبطة؟ متجوزة. متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟ تقليدي. وما حبيتوش بعض خالص حتى في البداية يعني؟ بص أصلا هتجوزها في الدنيا كلها. ايه اللي حصل احكيلي؟ مفيش، كنت خارجة من علاقة، يعني كنت مخطوبة وكده وبعدين سبت وروحها وهزار جوزي ده عريس عادي يعني. بعدين اتخطبت له واتجوزته في خلال شهر. شهر واحد كويس. في شهر كنت متجوزاه؟ فعلا اول شهر خطبت له واخر الشهر اتجوزته. ده انتقاما من الطرف الثاني ولا هروبا من موقف معين ولا يعني عملتيها ازاي؟ ضغط الاهل عليا بس اكتر. ضغط الاهل عليكي. بقالك قد ايه متجوزه؟ يعني دلوقتي 8 سنين. عندك اولاد؟ عندي 2. ولسه ما قدرتيش تحبيه؟ والله حاولت كتير يا اسامه. بس يعني اديته فرص كتير يقرب مني بس هو مش مش قادر يقرب منك ولا مش ولا هو بيقرب منك وانت اللي مش متقبله؟ والله بتقبل كل حاجه لكنه متغير. متغير ازاي؟ عصبي ويمد ايده. من اولها كده بيمد ايده ولا بعد فتره بدا يمد ايده؟ بعد فتره يعني بعد ما خلفت اول حاجه عندي بدا يطلع ضغط الشغل عليا، ضغط الحياه عليا. بعدين شويه لقيته هو خلاص اتعود على كده. طلعت منه مره اثنين ثلاثة. ثلاثة ازاي؟ ثلاثة والله. ما انت هم ثلاث طلقات وبعد كده يبقى عايزة محلل. لا والله ظهر في حياتنا شيخ قال لا هينفع. يعني لقيته فتوى بنت مشوا الدنيا والدنيا مشت. والله رجعت عشان خاطر العيال برضه يعني عشان ما احسش ان انا برضه بفهم. طب ما فكرتيش تعرفي ليه ايه اللي غيره وايه اللي خلاه يبتدي يضرب ويمد ايده يعني؟ ما هو ده طلع طبع فيه. وبعد ما بيحصل كده بتلاقيه يقعد معلش ويحصل مشكله واسيب البيت والكلام دوت وبعدين برضه يجي ولا كانه عمل حاجه يعني. ولا هو مش حاسس انك بتحبيه والموضوع ده هو اللي مجننه؟ لا والله بالعكس، انا كنت حاسه في الاول بديله اهتمام بزياده وبحاول اقرب منه. كان نفسي يعني ولحد الان نفسي احس ان انا بحبه بس للاسف بقى هو اناني يعني ما بيفكرش فيا او بيحاول يتكلم معايا الا لما يبقى عايز يقعد معايا. حضرتك فين؟ بس فجيت اخر مشكله بينا دي كان في طلاق يعني من 9 شهور بالظبط. فكان ضربني وكان طردني كمان. دي الطلقه الرابعه بقى؟ لا اللي هي الثالثه. بعدين يعني خالص وصلت معاه ان هو طردني بره البيت يعني. بس بقى عبال بقى ما مشيت وكده وحصلت برضه مشكلة فضلنا زي ما احنا بنفس المشكلة. كنتش عايزة ارجع له تاني خلاص يعني. كنتش عايزة خالص. بعدين اهلي ضغطوا عليا تاني لو كده هياخد العيال واحنا مش هنست. في حد حاول يدخل حياتك في الفترة دي؟ الفترة دي دخل فعلا حد من دون وعي يعني مش بدون قصد ولا صدفة. دخل حياتك ازاي؟ ازاي دخل حياتك؟ يعني تعرفتي عليه ازاي؟ صدفة برضه يعني. وبقى في مكالمات وتليفونات وكده ولا بقينا ولا بتخرجوا بتشوفوا بعض؟ بعد ما حصل بينا طلاق يعني بعد ما خلاص. يعني كان في طلاق بس ده كان عايز يتجوزني وكده وانا كنت موقفه اي حاجه عشان انا حالتي النفسيه ما كنتش عارفه انا حاسه بايه بالظبط. يعني هو دخل حياتك بالصدفه بعد ما اتطلقتي او بعد ما اثناء المشكله بالظبط سبحان الله يعني. بس انا فضلت مش فاهمه انا ايه اللي بيحصل لحد ما خلاص جيت عند القرار الاخير ان هو يعني مش يعني باخد اخر قرار هترجعي ولا لا. بس بعد مشاكل كتير مع اهلي وكده ضغطوا عليا قالوا لي لو انت هتسيبيه مش هتكملي مع جوزك ترجعي له تاني يعني هياخد الولاد وكده يعني. وانا ما قدرتش بصراحه.
حصلت بس بينك وبينه اي علاقه الانسان التاني؟ لا خالص بالعكس، هو كنت ممكن اكون كنت في الاول صعبان عليه المشاكل اللي انا كنت فيها، بعدين لقيته بيهتم بيا بزياده وانا بقيت حاسه ان انا يعني حسيته اقرب حد ليا، يعني حسيته حاسس بكل حاجاتي الحلوه يعني. وبعدين هو مش متجوز على فكره، هو عنده استعداد ان هو يتجوز يعني، بس انا وفصلت حتى العلاقه من تحت، ما رجعت تاني مع جوزي، بس حاسه ان انا جيت على نفسي بكل حاجه، اديته فرصه تانية برضو لسه ما زال مفيش حد بيقف جنبي، بقى حاسه ان انا اهلي ومهما يحصل اي مشكله طب اكلمهم يا جماعه، طب اهو اديني رجعت له وما اتغيرش والله زي ما هو، طب انا بحاول معاه، طب معلش عشان الولاد، طب معلش عشان الولاد. يعني انت دلوقتي في حاله الولا حاجه متعلقه كده، يا لا قادره تكملي العلاقه ولا قادره تسيبي العلاقه؟ انا رافضه ارجع، انا بعدت عنه بالفعل، لكن بفكر فيه كتير، لكن حاسه ان انا في فرق كبير قوي بين اللي انا عايشاه. انا دلوقتي حاسه ان انا بدون احساس خالص يعني، مش عارفه هل هل يرضي ربنا ان انا اكمل حياتي كده؟ بصي انا ما اقدرش اقول لك ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيش ربنا، لان اللي يرضي ربنا انك تبقي عايشه في بيتك مع جوزك مع اولادك وتعيشي حياه زي ما ربنا قسمها لك، انما لو انت مش قادره تعيشي ده موضوع تاني، ما اقدرش اقول لك ده يرضي ولا ما يرضيش. لا المعامله اللي تخليني اقدر استحمل، ولا حاولت كتير صدقني، يعني كان نفسي اتغير عشان احس ان اخر مره الفرصه دي كانت مستاهله، بس انا ما قدامنيش حل تاني دلوقتي. انت دلوقتي عند والدك ووالدتك ولا في البيت؟ عند والدي. يعني انت منفصله حاليا قاعده عندهم يعني؟ مشكله بس راجعه برضه عادي على كده بقى. بصي خليني اقول لك حاجه ببساطه مطلقه، بما انك مضطره ترجعي والحياه هتمشي وكل حاجه زي ما هي، يبقى لازم ترجعي بشروط وترجعي بوقفه وترجعي بموقف وترجعي بشكل حياه تاني خالص وترجعي باتفاقيات تانيه، والدنيا يبقى ليها شكل تاني، مفيش ضرب مفيش قله ادب مفيش شتيمه، في محبه في خروج في ضحك في هزار في حياه زوجيه. لو تقدري تعملي ده يبقى انقذتي حياتك، لو معرفتيش تعملي ده هتعيشي زي ما انت، واعتقد هترجعي تكلميني تاني وتالت ورابع، وهنرجع نقول نفس الكلام اللي قلناه.